زار السيد رئيس أركان الجيش يوم السبت 27 من تموز مديرية المشات، إذ استمع سيادته إلى إجازة اللجنة المختصة بإكمال متطلبات الدورة 114 حول كل ما يخص آلية استقبالهم وتأمين كافة المستلزمات الفنية والإدارية الخاصة بهم. وبهذا الصدد قدم السيد رئيس الأركان جملة من التوصيات والتوجيهات التي تخص محور الموضوع. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم السبت 27 من تموز الكلية العسكرية تفرستمية، وفور وصوله حضر سيادته مؤتمرا حول نتائج قبول طلاب الدورة 114 بعد اجتيازهم الفحص الطبي والبدني والعقلي، وقدم المعنيون إيجازا عن أعداد الطلبة المتقدمين وآلية اجتيازهم للفحص وفق المعايير المعتمدة في الكلية العسكرية. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم الأحد 28 من تموز مقر قيادة طيران الجيش، إذ قدم السيد رئيس الأركان التهاني والتبريكات وتمنى له النجاح والموفقية في عمله، ومبديا جملة من التوجيهات والتوصيات للنهوض بكل مفاصل القيادة وتشكيلاتها بما يخدم تطلعات المؤسسة العسكرية. من جانبه بعد ذلك توجه إلى مركز العمليات وحضر مؤتمر مدراء مديريات القيادة واستمع لإيجاز مفصل لكل مديرية ناقش فيه أهم المعاضل والخطط المستقبلية والمعوقات التي تواجه سير العمل. اجتمع السيد رئيس أركان الجيش يوم الأحد 28 من تموز بقائد بعثة حلف الناتو في العراق وعدد من مستشاري البعثة، وتناول اللقاء بحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك، فضلا عن تقديم الخبرات في كافة مفاصل المؤسسة العسكرية في إطار دعم الجهود الرامية لتطوير قدرات الجيش العراقي. التقى السيد رئيس أركان الجيش مساء الأحد 28 من تموز في مكتبه الملحق العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتناول اللقاء بحث مناقشة أطر التعاون والتنسيق بين البلدين من أجل تعزيز الأمن والاستقرار على الشريط الحدودي والمنطقة وتكثيف الجهود الرامية لمكافحة العصابات الإرهابية. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم الثلاثاء 30 من تموز جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، حيث كانت المحطة الأولى هي زيارة كلية الدفاع الوطني، وافتتح سيادته مقر عبادة الكلية وقاعة الحكمة والمعرفة وعدد من قاعات الدروس التابعة للجامعة. وبعدها استمع سيادته إلى إعجاز مفصل قدمه عميد الكلية وكادر الهيئة التدريسية، كما أجرى سيادته جولة تفقدية في قاعات الدروس وبنايات الجامعة. وكانت المحطة الأخيرة زيارة مقر جامعة الدفاع، حيث حضر مؤتمر إكمال قبول الدورة 114. ترأس السيد رئيس أركان الجيش يوم الأربعاء 31 من تموز جلسة مجلس رئاسة أركان الجيش 2024، وناقش الحضور مواضيع الجلسة الرئيسة المطروحة ضمن جدول الأعمال والتي تخص تطوير وتعزيز قدرات مفاصل المؤسسات العسكرية والتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس.